اول حاجه يعني شوفي ما تزوديليش سكر خالص، ان ده سكر عالي جدا، والمشروب ده ما يتشربش ابدا بعد الساعه 6 المغرب يعني نهائيا. 2 عبوه بسكوت بالشوكولاته والكريمه اهو، تمام. كمان عندي معلقه كبيره من الكريم شانتيه باودر، صوص شوكولاته، وكوبايه من الشوكولاته المبشوره، واتنين كوبايه من الحليب. للتزيين هحتاج كريم شانتيه مخفوق، وهحتاج كمان عندي بسكوت بالشوكولاته والكريمه للتزيين. هعمل ايه ولا ايه؟ الموضوع مغري جدا وحلو قوي. خلينا ناخد الحاجات بتاعه التزيين على جنب. اول حاجه هاخد البسكوت بتاعي اهو، وهنزل بالشوكولاته عليه، وهسيب شويه عشان ازين بيها. طبعا لازم اخنصر منها يعني عاده. كمان عندي هنا الكريم شانتيه البودره، وهنزل بالحليب بتاعي. يفضل ان الحليب يكون بارد بس مش مثلج، بارد عشان الكريم شانتيه يديكي حاجات حلوه كده. وطبعا صوص الشوكولاته، يلا بينا. ملغم للمشروب ده حاجه قويه، طاقه رهيبه. انتوا عارفين الكاكاو عامه حاجه قويه جدا، فلازم لازم لازم تجربوها لاولادكم، يعني هو فعلا مشروب لا يقاوم. الجامد جدا، ايوه كده. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.